جديدة من برنامج الحكاية. يبدو أنه اسم نيرة هيفضل مرهون لفترة في مصر بالعذاب والألم. فتاة اسمها نيرة في جامعة العريش عندها 18 سنة توفت منذ أيام، وكلمت هي أمها وقالت لها أنا تعبانة، أنا قالت لها خدي دواء، قالت لها أنا عندي قيء مستمر، قالت لها طيب شوفي هتعملي إيه. بعد شوية المستشفى اتصلت بأهلها تعالوا شوفوا البنت أخبارها إيه. جم المستشفى اكتشفوا أن البنت قد توفت. توفت إزاي؟ قالوا لها يعني يبدو إن هو في حاجة خلتها تتوفى، يا ريت وده طبقا للكلام اللي اتقال تصلوا عليها على طول وتاخدوها دلوقتي تدفنوا. فحدثت الصلاة وخدوا البنت وراحوا دفنوها. بعد ما تم الدفن ابتدينا نلقى معلومات بتطلع، طبعا لما جت أغراض البنت الموبايل الحاجات فتحوا شافوا رسائل حاجات. الحكاية باختصار انه كان عندها خلاف مع زمايلها في الجامعة، تنمر، التنمر وصل طبقا للكلام اللي عندنا وصل لمرحلة قذرة، صوروها، هددوا ان هم هيحطوا الصور، قالوا لها في وقت معين هننزل صورك، خدوا حاجات من الموبايل بتاعها. الطريقة القذرة يا هدي، التنمر القذر ده اللي هو التهديد بالصور وبالسوشيال ميديا والآخر. طبعا كل هذه التكشفات كانت بالنسبة لعيلتها بعد الوفاة وبعد الدفن وبعد وبعده. طبعا احنا بقالنا كم يوم عايشين في القصة ديت مع السوشيال ميديا. يعني مثلا الجامعة الموقرة بتاعتها اللي هي جامعة العريش ديت ما نزلتش عزا للبنت، يعني ما قالتش توفت إلى رحمة الله نيرة، ما نزلتش بيان البنت ماتت إزاي. عرفنا بعد كده أنه تم إيقاف وضبط 5 طلبة وواحد مش طالب ولا مش عارف إيه، ولم تتحدث الجامعة أيضا، لم تتكلم ولم تقل شيئا. الجامعة عندها حالة رعشة ورعب وخوف شديد، وفي بنت ميتة وفي طلبة متحفظ عليها. وطبعا غير الجامعة الناس بقى الحلوة بتاعت السوشيال ميديا غير الإخوان. يعني أنا دايما الإخوان ماشي إخوان وإخوان سفالة ولازم يصدروا الموضوع، إنما البني آدمين العاديين قال لك أصله أبو البنت التانية ديت اللي هي تنمرت بيها ظابط، ظابط، وطبعا دي بلد الظباط. الداخلية ببساطة على طول راحوا واقفين الظابط برتبة رائد اللي هو أبو البنت لغاية انتهاء التحقيقات. هل في الفترة اللي فاتت دي كلها في أي ظابط كان عنده أي مشكلة وتم تركه؟ عدي بقى زي ما انت عايز في مدينتي ولا مش عارف فين كل القضايا اللي انت تعرفها، وانا اشتغلت القضايا دي كلها لم يكن هناك اي تسريب او محاباة لاي ضابط. بالعكس الداخلية كانت دايما اول حاجة ايه، هات الراجل، وقف الراجل لغاية ما نعرف ايه الحكاية. فطبعا الحدوتة واخدة حداها وملهاش صاحب، كأن الموضوع ايه يمشي بالحكايات، وكل واحد بقى يجيب سطر من عنده، كل واحد يألف حتة، كل واحد يشوف حكاية. في ايه يا جماعة؟ القصة في حد ذاتها هي قصة التنمر، هي قصة الابتزاز، هي قصة الحقارة في التعامل إن صحت. لأن احنا طبعا كل ده قاعدين مستنيين ايه؟ اولا تقريبا، ما انا معلش انا اسف هستخدم تعبيرات زي تقريبا، مفيش تقرير طبي شرحي، لانه تقريبا ما تشرحتش، لانه تقريبا ما حدش اشتبه. فاحنا كل اللي مستنيينه بقى دلوقتي ايه؟ تقرير من النيابة الموقرة تقول لنا ايه اللي حصل.
يعني الداخلية عملت دورها، وقفت دول، عملت دول النيابة قالت لهم وقفوا الشخصيات ديت، وقفوا الضابط ده، خلاص تمام تمام. طب ايه اللي حصل؟ لا احد يعرف شيء، والموضوع مكمل. طبعا الجامعة يعني ولا هنا بصراحة، تصرف غير تربوي، تصرف غير مسؤول، تصرف غير رحيم، تصرف غير تعليمي، تصرف غير اي حاجة. يعني دي بنتك دي، طب بعت حد يمشي في جنازتها؟ طيب اشياء غريبة جدا ممكن تحصل، ولكن نحن حتى الان في انتظار بيان، في انتظار شيء يقول ايه اللي حصل، علشان مش عشان هتقول لي ايه طب هو لا، على فكره ممكن يكون حصل اشياء كتيره انتم لا تتخيلوا. هل هي انتحرت؟ نقطه علامه استفهام. هل حد سماها؟ نقطه علامه استفهام. طب ماتت ازاي؟ نقطة علامة استفهام. طب كان في ايه على موبايلها؟ نقطة علامة استفهام. ليه ما فيش حد بيحمي؟ وقبل كده كان عندنا بسنت انتحرت وماتت بنفس الطريقة، ليه ما فيش؟ ده دلوقتي القانون بيعاقب بالسجن الابتزاز والتنمر. ايه يا جماعة، هي دي حاجة صعبة؟ النيابة ماشي واخدة وقتها، تحقيقاتها، هيطلعوا بقى الجثة تاني، أيا كان النيابة هتعمل إيه؟ إنما بقية الأطراف اللي ليه علاقة بهذا الأمر، إيه الحكاية؟ إيه الموضوع؟ الأستاذ إياب ثروت أحد جيران نيرة صلاح وكان زميلها، أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. الباقي في حياتك يا فندم. حياتك الباقي يا رب. ايه اللي حصل؟ من الاول ايوه فندم هحكي لك من الاول. والدها كلمها طبيعي عادي في اليوم ده اللي هو يوم السبت اللي هي توفت فيه، تمام، واطمن عليها اللي هو زي كل يوم وتمام. واتصلت على والدتها الساعه 4:30، قالت لها يا ماما انا نازله مع صحابي. صحابها مين؟ اللي هو شروق وطه، وكان معهم صاحب تاني تقريبا اسمه يوسف تقريبا، تمام. ونزلت وطلعت، فوالدتها اتصلت عليها بعد ما فطرت وكده، اللي هو بتطمن عليها وبتاع، فكانت بتتكلم معاها طبيعي عادي، وهي سابت البتاع الكارنيه بتاعها اللي بياخدوا بيه الاكل من المدينه مع صاحبتها، يعني ما خدتهوش عشان كانت تحت، طلعت كانت طبيعي خالص، تمام. ووالدتها اطمنت عليها وهي بتتكلم معاها، رجعت ترجيع ترجيع ترجيع، قامت قافله السكه في وشها وكده، قامت رنت على صحابها وكده، قالوا طنيرة راحت المستشفى، تمام. بعدين مس هناء، تمام، عشان هم مس هناء دي كل حاجة حرفيا عملتها كذرة. مس هناء رنت على والدتها بتقول لها بنتك في حالة خطرة ولازم تيجي دلوقتي. قالت لها احنا ظروف السفر وكده، يعني احنا من قرية، هم في الدقهلية والجامعة في العريش، فاحنا 6:30 عشان نوصل العريش. قالت لها ما فيش اي مواصلات تقدر توديني دلوقتي، قال لها في عربيات بتطلع الساعه 7 الصبح. يعني قالت لها لا انت لو الساعه 7 الصبح ده بنتك هتموت، تمام. المهم ركبت وبالفعل راحت وهي ووالدها وكده، ودخلوا المستشفى. المهم بيقولوا بنتك على الاجهزه وبتاع، بس مامتها ممرضه اصلا صراحه، البنت حالتها صعبه جدا وجسمها ساقع وبتاع. فالمهم ايه، قاموا جايب لهم التقرير. التقرير ايه بقى؟ هبوط حد في الدوره الدمويه، تمام. الراجل ابوها راجل غلبان، كل همه هو وامها، هم عاوزين يدفنوها بس، ولا تشريح ولا. قالوا له في الاول تعمل تحب، عاوز تعمل محضر وكذا وكذا وكذا، كل ده صحباتها كانوا موجودين. قال لهم لا انا كل همي ان انا ادفن بنتي بس ولا تتشرح. ايوه قالوا لها، قالوا له هبوط الدوره الدمويه ده بسبب ايه؟ قالوا له ماده مسممه. هي جسمها فيه مادة مسممة، سم يعني. ايوه السم، سم يعني. قال له حابين تعمل محضر؟ تمام. قال لهم لا انا كل همي انا عايز ادفن بنتي وخلاص بسلام. فاخدوا البنت ودفنوها، تمام، عندنا هنا في القرية وكله تمام وكده. ففي حد من صحابها نزل سكرين شوت للجروب عندهم، هم بتنمروا وبيشتموا وبيضحكوا وبيهزروا، فاحنا اضطرينا بقى ان احنا نمسك الفون بتاعها. مسكنا، فهمنا بقى كل حاجه. حضرتك شفت الموبايل بتاعها؟
حضرتك انا مصور الموبايل بتاعها ومنزله على اكونت تويتر، منزل كل الصور، وهي بتتاسف للشروق ديت كذا مره وتقول لها انا والدتي بتقول لك ما عدتش تجيبي سيرتي ابدا في اي حاجه، وايه اللي هعمل واسوي و و و و و كل ده ده شروق حضرتك. بتقول لها لازم تعتذري لي اعتذارات رسمية كتير، وإلا أنا هعمل فيكي واحد واتنين وتلاتة، صح؟ ووالد اه صح، والدتها هي اللي بتقول لها تقول كده، والدة شروق. والدة شروق اه اتكلمت. لا والمصيبة كمان يا استاذ عمرو، اللي هي كلمت كذا صاحبة ليها انها تساعدها في كذا شات متصورينه، تساعدها كله بايع القضية، اللي هو انت مع نفسك طب ليه؟ انا مش فاهم يعني، هم اهلها واصلين، وكذلك الوكيل كلية طب يا بيطري استاذ ايهاب، عايش هو كانوا بيهددوها بايه؟ بيهددوها انهم ينزلوا صورها على جروب الدفعه كل شويه، يقولوا لها ميعاد، ينزلوا ميعاد صور صورها، ايه دي؟ ينزلوا صور لها. اه جابوها منين؟ جابوها منين؟ ما اعرفش جابوها منين ديت، انا ما اعرفش هم جابوها منين. والابتزاز شغال، وهي اصلا يعني هي مظلومه واحده، فما يعني من معرفتي الشخصيه لها احنا واحده معانا مظلومه. صور للشتات اهي. الشتات دي اللي انا مصورها بنفسي، وبعدين فهي فضلت تشتكي، مفيش حد، لان اهلها واصله يعني. شروق دي ابوها رائد تقريبا، فاهلها واصلين جدا، فهم كله خايف اصلا، كله بيعتمد. وطه يعني اللي ايه معاها ده ابوها رائد واصلين؟ يعني ايه هم واصلين؟ خايفين، يعني هم هيعملوا لها ايه؟ هيعملوا لها ايه؟ ايوه البنت طبعا يا استاذ عمرو، بنت وارياف وبتاع، احنا ما مش الناس دي، احنا مش قد الناس دي، ما نعرفش نعمل معاهم حاجه، واحنا عندنا العقليه هناك بتفكر كده. طيب مين كان ليه علاقة من جوه الجامعة بالموضوع؟ صاحباتها القريبين منها كلها، كلهم بيتنمروا بيها؟ لا اللي موجود في التنمر، اللي اه موجود في التنمر انا معايا السكرين شوت، لو ابعتها لحد موجود، واحد اسمه يوسف تمام، وطه وشروق، واحده اسمها ندى، وفي واحده اسمها ام كده ورقم بس ما عرفناش اسم، دول الخمسه اللي تنمر. وممكن اقول لك اتنمروا بايه؟ اتفضل. قالوا شبه البورصة وما اعرفش ايه، وكلام كله بذيء وعك في عك يعني، لا مؤاخذة في الكلمه. فهي ما قدرتش ولا لقيت حد يساعدها وما فيش يعني، ونزلت معاهم حضرتك يعني، هم نزلوا الساعه 4:30 يفضوا الحوار يعني. يوسف ده قال لا احنا هننزل هجمعك بطه وشروق وننزل نفضوا الحوار تمام، ونزلت معاه. ايوه، علشان مقابل هي تعمل ايه؟ هما بيهددوا، هما هو واخدينها تسليتهم كده، هما مزاجهم قاعدين يضحكوا على الجروب، ونيره ونيره، وحضرتك السكريبت كلها موجوده تمام. ايوه فندم. طيب كنت بتقول لي ان في حد من كليه الطب خط قطع. طبعا حادثه مؤلمه جدا، وشيء مش هنفهم له راس من رجلين زي ما بقول لحضراتكم، غير لما يطلع حد من الجامعه يتكلم او يطلع بيان. انا عايز اسال سؤال، هو ليه الموظفين العامين بيخافوا يتصدوا لاي شيء؟ يعني انت من ضمن مسؤوليتك الناس دي، البنت دي انت مسؤول عنها، احنا بنديك عيالنا انت تبقى مسؤول عنهم. ايهاب رجع لنا، يا ايهاب عذرا الشبكه معايا بس اتفضل. لا كنت بتكلمني على حد من كليه طب بيطري وانا قاطعتك، كنت عايز تقول ايه؟ اللي هي ميس هناء ديت، اللي هو الوكيل ها اللي كليه بيطري، اللي هو الوكيل نزل قال للطلبه ممنوع منعا باتا حد يتكلم عن الحوار نهائيا. طب انا مش فاهم انت ليه تكتب كده؟ ده هو الوكيل قال للطلبه ما حدش يفتح بقه. طب ليه؟ والسكرينات موجوده بالاكونت بتاعه، طب ليه انت كده تقول كده؟ انا مش فاهم. وراحت له والمعلومه هي راحت له هناك، طيب هو وما عملش حاجه. هي الصور اللي هم بيهددوها بيها دي، هم صوروها زي ما كاتبين في الميديا، صوروها في الحمام، ولا دي صور متاخده من الموبايل بتاعها؟ حضرتك الاقاويل في ديت لسه مش ثابته يعني، انا ما اقدرش افيدك بدي بصراحه. يعني هي كانت هناك في الجامعه داخلي مدينه جامعيه؟ ايوه، مدينه جامعيه، وطبيعي كل اتنين في الاوضه مع بعض، اربعه على اربعه، كان اربعه. طبعا خيانه امانه وابتزاز وتنمر وكل شيء في الدنيا. حضرتك يا استاذ عمرو،
يعني احنا دلوقتي لو بنطالب بحاجه، طبعا احنا بنطالب بحقها وبنطالب بتشريح الجثه،